المدعو وهو المخاطب بالدعوة، وهذا أيضا لا بد أن يراعى في دعوته بعض الأمور. من هذه الأمور التي تراعى أن يعرف حال المدعو، ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى. لاحظوا أن الله عز وجل لما أمر موسى وهارون بدعوة فرعون بين حاله للداعية، بين حاله لرسوله إنه طغى، فبين لهما أنهما إنما يدعوان طاغية، وهذا الطاغية ينبغي أن يراعى في دعوته اللين، لأنه إذا أغلظ له لربما بطش بالمدعو وصرفه هذا عن الحق. وهذا مما يدل على أهمية معرفة الداعية لحال المدعوين. مما يدل على هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا أيضا فيه بيان تعريف الداعية بحال المدعوين: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ليسوا كمشركي العرب، إنما هم من أهل الكتاب أهل علم. فمعرفة حال المدعو من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية أن يعرفها. إذا قدم على بلد وهو يدعو إلى الله يعرف أحوال البلد، هل الذي ينتشر فيها الشرك أو البدع أو هناك خلاف في مسائل، ما الذي يأكثر في الناس من المسائل التي يختلفون فيها، فيعالج هذه الأمور بناء على علم ومعرفة بحال المدعوين. كذلك مما يراعى في حال المدعوين أن كل مدعو يدعى بالطريقة المناسبة لحاله. قال العلماء وقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، جاءت مبينة لأساليب الدعوة. أساليب الدعوة كما جاءت في هذه الآية: الدعوة إلى الله بالحكمة، هذا الأسلوب الأول، والأسلوب الثاني بالموعظة الحسنة، والأسلوب الثالث بالمجادلة بالتي هي أحسن. قال بعض العلماء: الدعوة إلى الله بالحكمة هي دعوة الجاهل، والحكمة هي السنة، وقيل هي القرآن، وقيل هي العلم. فالذي يدعى بالحكمة هو الجاهل الذي لا يعلم يعلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة هي وعظ المقصر الذي قصر بعد علم، فهذا لا يحتاج إلى تعليم وإنما يحتاج أن يوعظ. والموعظة هي أمر ونهي مصحوب بترغيب وترهيب، فيرغب الناس في الخير ويرهبهم من المخالفة، فتكون هذه المواعظ مؤثرة في المقصرين الذين قصروا في أمر الدين. ثم جاء الأسلوب الثالث: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا في حق المبتدع الذي خالف وهو لا يدري أنه مخالف، فيحتاج أن يجادل وأن يبين له الدين. فهذه الأساليب كلها تدل على تفاوت المدعوين في دعوتهم، ولهذا أمر الله عز وجل بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجاهل يعلم، والعاصي يوعظ، والمبتدع والذي اشتبه عليه أمر الدين يجادل بالتي هي أحسن. وهكذا تراعى أحوال المدعوين من جهة القوة والشدة ومن جهة اللين. فمن وجدته شديدا فمن المناسب أن تتألفه، وإذا وجدت صاحب اللين فإنك توجهه إلى الخير وتنصحه وترشده إليه. وهكذا يراعى أحوال المدعوين، فالأمراء الملوك والأمراء يدعون بدعوة مناسبة لمقامهم، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، قال: إلى هرقل عظيم الروم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ما قال إلى هرقل الكافر، إلى هرقل يعني رأس الكفر، وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، وهذه كلمة حق، هو عظيم الروم. فهذا مما يدل على مخاطبة الملوك والأمراء، إذا كان هذا في مخاطبة الكفار فكيف بمخاطبة ملوك المسلمين وأمراءهم؟ فهم أولى أن يخاطبوا بالمقام الذي يتناسب مع مقامهم ومع حالهم. ولهذا درج العلماء قديما وحديثا إلى مخاطبة الملوك والأمراء والرؤساء والوجهاء بكلام يناسب حالهم، ولا بأس أن تخاطبهم بالألقاب التي وجدت في هذا العصر ما لم يكن فيها مخالفة شرعية، كأن يخاطبوا بما شاع بين المسلمين وبين الناس أن يخاطبوا به، كما كانوا قديما يسلمون على الخليفة بأمير المؤمنين ويدعون له، وأكثر ما يخاطبونه أصلح الله الأمير، عفى الله عن الأمير، وفق الله الأمير. وهذه الأساليب مقربة للقلوب، وينشرح لها صدر الإمام والخليفة والملك لقبول الحق. وأما الغلظة والشدة والجفاء فإن هذا ليس مما دلت عليه السنة، ولا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه عمل العلماء الموفقين. كذلك تراعى أحوال الناس أيضا في دعوتهم، ما بين رجل يعني اشتبه عليه الأمر وهو لا يعلم فلا يستعجل في تأنيبه، وإنما يستفصل عن حاله. ولهذا وردت السنة في كثير من المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه عن بعض أصحابه شيء فيقول: أحق ما بلغني عنكم، ما الذي حملك على هذا؟ كما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما جاء الوحي بأنه كتب كتابا إلى المشركين ليطلعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جاء الوحي من رب العالمين بفعل حاطب رضي الله عنه، ومع هذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الذي حملك على هذا؟ فبين حاطب رضي الله عنه أنه لم يفعل هذا عن كفر ونفاق، ولكن أراد أن تكون له يدا عند المشركين. قال: وعلمت أن ذلك لا يضرك. وهذا يدل على قوة إيمانه، كأنه قال: هذه كلمة أنتفع بها، وهذا لا يضر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مؤيد من الله. فهذا مما يدل على أن الاستفصال في مقام الاشتباه وعدم الاستعجال في الحكم على المدعوين هذه من الأمور التي جاءت بها السنة.